يسعد صباحكم صبايا، معكم اليوم الدكتورة شذا من مجموعة واتن الدولية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم لنا، اللي هو استقلاب الدهون. سبق وحكينا مع بعض عن موضوع استقلاب الكربوهيدرات، صحيح؟ بالمحاضرة الماضية. مين بذكرنا عن موضوع استقلاب الكربوهيدرات؟ مين بيعطينا فكرة سريعة عن الموضوع؟ ما حدا مذكر شو أخذنا بالحاضر الماضي صبايا؟ نعم دكتورة، هي مجموعة من الفعاليات الحيوية اللي تحدث في الجسم، هذا سموه استقلاب. برافو. يعني تحويل السكريات إلى أبسط هالشكل. نعم، يعني 100%. حكينا عن استقلاب الكربوهيدرات بالمحاضرة الماضية، وكان الهدف الأساسي منها هو أنه نحن نحصل على الكربوهيدرات بأبسط صورة. من أجل شو؟ تصنيع الـ ATP، صحيح؟ حكينا عن العمليات اللي بتمر فيها الكربوهيدرات والتفاعلات الكيميائية اللي بتخليها بشكل أبسط. مين بذكرنا بنان، تتذكر شو أول تفاعل حكينا عنه؟ بنان بتوقع موجودة معنا؟ طيب هبة، بتذكرينا شو حكينا أول تفاعل؟ ما بعرف هبة، يمكن ما كنت موجودة معنا. ايه انت ما كنت موجودة؟ عندك فكرة هبة حضرتية بعدين المحاضرة شو حكينا عن الطرق اللي بيتم فيها الحصول على الطاقة من الجلوكوز؟ لا والله لسه ما حضرت المحاضرة. طيب ما مشكلة صبايا، نحن بشكل سريع جدا حكينا عن طريقتين أساسيتين للحصول على الطاقة من الكربوهيدرات بعد تفكيكها. حكينا عن التفكيك بالبداية، ببلش بالفم، بعدين المعدة، الأمعاء، وبعدها بنتقل الجلوكوز على الدم، بيساعده الأنسولين إنه يدخل على الخلايا، وداخل الخلايا بتتم عليه العمليات الكيميائية الضوئية للحصول على الطاقة من الجلوكوز. هلا بالنسبة للجلوكوز، حكينا في عمليتين أساسيتين ممكن فيهم، إما هوائية أو لا هوائية، بوجود الأكسجين أو عدم وجود الأكسجين. العملية الأساسية اللي حكينا عنها يلي بنحصل فيها على 4 ATP، يلي هي الكرايزز أو تحلل السكر. وبعدين حكينا على حلقة كريبس، حكينا على نقل الإلكترونات اللي هي مهم وجودها الأكسجين لتحليل أو تفكيك يعني الجلوكوز والحصول منه على الـ ATP المطلوب. وعرفنا أنه الـ ATP اللي بنحصل فيها أو بنحصل يعني بهذا التفاعل الكيميائي بنحصل منها على عدد أكبر من الـ ATP من الجلوكولايزز اللي بتم بعدم وجود الأكسجين. شفنا إنه في مركبات تانية ناتجة عن تحلل الجلوكول تفككه، مثل مين بذكرنا؟ بنان بتذكرينا شو حكينا؟ بعرف بنان بعد معنا أو لسه مو معنا. طيب ذكرينا يا رشا، مثل مين حكينا؟ ان ار دي اتش وبدات تذكرين يا رشا، هالبيان كمان معنا، برافو. العطل التالي شبهه مثل محرك السيارة شلون يتحرك. برافو صحيح 100% يا رشا، وقلنا انه بيعطينا اكثر من مركب. هاي المركبات الثانية الناتجة عن تحلل الجلوكوز نعم بتدخل بتركيب وبتشكيل الـ ATP بحلقة كريبس وسلسلة نقل الإلكترونات. صبايا لهون بتوقع ما عندكم سؤال، عملنا مراجعة سريعة للعمليات اللي بتتم على الكربوهيدرات لما تدخل على الجسم، والطريقة اللي بنحصل فيها على الـ ATP من الكربوهيدرات بعد تفكيكها للجلوكوز. هلا اليوم هنحكي موضوع جدا مهم، هي رح تكون هي محاضرتنا النهائية بهذا المقرر،
يعني نحن حكينا عن الميتابوليزم الأساسي للكربوهيدرات، وحكينا ما نحكي هلا عن الدهون. هذا أكتر شيء أساسي منركز عليه كنا بفكرة الاستقلاب أو الميتابوليزم. كان بهمني فقط هدول المقررين، بتحبوا تطلعوا على أشياء أخرى مثل استقلاب باقي المواد؟ أنا ما عندي مشكلة، بساعدكم في إذا شيء ببالكم، سؤال ببالكم بساعدكم بهي التفاصيل. خلينا نحكي يوم عن الميتابوليزم للليبوبروتين أو الليبيدات أو الدهون. مين عنده فكرة عن الموضوع قبل ما نبلش؟ بيان، عندك فكرة عن الموضوع؟ اليوم صبايا هن فاتحين المايك، بس هن مو معنا على ما يبدو. بنان وبنان مو معنا. طيب هلا بعد شوي لازم يكونوا صاروا معنا عشان الجميع جاوبنا عن أسئلتنا. بنان وبيان، بتمنى بعد شوي تكونوا معنا لأنه لسه أنتم ما دخلتوا المحاضرة بشكل فعلي. طيب هبة، عندك فكرة عن الموضوع؟ أنا بتوقع إنه أول شيء بيتحول ولا كربوهيدرات، نعم، بعدين الكربوهيدرات. دهون. الدهون، احنا عم نحكي عن الدهون هبة. إيه إنه بتحول ولا مركبات أصغر؟ نعم، هلا الكربوهيدرات هي مركبات او خلينا نسميها مجموعة السكريات والنشويات منفصلة عن المكون الأساسي للدهون اللي هي الأحماض الدهنية الفاتي أسيد. صح. تمام هيو. أنا طيب رشا، عندك مداخلة عن الموضوع قبل ما نبلش؟ إذا بتحبي صفية كمان تعطينا مداخلة تكتبي لنا بيكون ممتاز. لا دكتورة، ما عندي أي مداخل. طيب اليوم الصبايا نايمين. صبايا نحن بنبلش المحاضرة لكن بشكل فعلي، ما بيهمني بس نفتح المايك أو ما بيهمني بس ندخل على المحاضرة، بتكونوا تكونوا معي فيها بكل التفاصيل. بتمنى من بنان وبيان صفية إذا بتحبي تكتبي لنا على الشات مثل ما خبرتك مشان تكونوا معنا، مو بس مجرد نفتح المايك مثل ما خبرتك. طيب رح بلش أنا لبينما الباقي يكون معنا بشكل كامل. رح نحكي عن شيء اسمه الميتابوليزم للليبوبروتين أو الدهون. هلا التفاعلات الكيميائية اللي بتتم على الدهون، هاي التفاعلات الهدف منها هو فقط إما هدم أو بناء الفاتي أسيد. يعني أنا يا أما بدي لما تدخل على جسمي صغرها وأعملها تكسير لأحصل على الجزيئات الأصغر لحتى يقدر يتم امتصاصها من قبل الخلايا. إنه كنا بنعرف عملية الهضم الشيء الأساسي منها أو التكسير لجزيئات هو الحصول على جزيئات أصغر، فالهدف من الحصول على الجزيئات الأصغر حتى أنا أقدر يتم امتصاصها من قبل الخلايا. كلياتنا بنعرف إنه الخلايا في عليها مستقبلات معينة تسمح بدخول جزيئات معينة لكن بحجم معين، فهذا الفكرة الأساسية من تكسير الدهون. تمام. طيب انا لما بدي كسر هاي الدهون ليش بدي كسرها؟ انا بدي استفيد منها، اما لحتى احصل على الطاقه انا بدي اياها، او في مركبات بالجسم هاي المركبات بالجسم تحتاج بتركيب الفاتي اسيد او الدهون. عرفتوا شو الاستخدامين الاساسيين للدهون بالجسم؟ اما هي كمصدر الطاقه مثل الكربوهيدرات، او انا بدي استخدم هاي الدهون استفيد منها صنع منها مركبات معينة بالجسم. حدا عنده فكرة الدهون الفاتي أسيد شو بتدخل بتركيب الجسم؟ بدي مثال. يدخل في تركيب المحور تبع الخلية العصبية. ممكن. شكرا هبة على مداخلتك، جميلة مداخلتك هبة. بتدخل يمكن بتصنيع بعض الهرمونات. أهلا وسهلا فيكي بنان.
عليك كنت هلا بدي اكتب لك مسج انت وبيان لانه ما كنت انا موجودة معك بس كانت ماسكتني سالة والله ما اقدر افتح. ولا يهمك. شكرا لك منام، بدخل بتركيب بعض الهرمونات صحيح، ايضا مين ايضا بيعطينا غشاء. تخزين الطاقة دكتورة. برافو، بنحصل على الطاقة منها. طيب ممتاز كتير. بتوقع صفية عم تكتب لنا، إذا حدا بحب يقرأ اللي عم تكتب لنا صفية بس مشان نعرف مداخلتها أيضا. طيب بيان أوكي ما في مشكلة، لكن اكتبي لنا بالشات عن إذا عندك فكرة عن بعض المركبات اللي بتدخل بتركيبة الفاتي أسيد. هلأ نحن حكينا إنه رح يتم الاستخدام إما مصدر الـ ATP، وكلكم صرتوا بتعرفوا هذا جزيء الـ ATP من شو بتكون، حكينا أيضا بالمحاضرة الماضية، أو مثل ما قلنا بيتم استخدامها بالجسم لتصنيع مركبات معينة، لتصنيع أجزاء معينة بالجسم مثل الهرمونات مثل ما خبرتنا بنان، شكرا لك يا بنان. أو ممكن بدخل بتركيب أغشية الخلايا بالجسم. كلياتنا بنعرف إنه أغشية الخلايا بالجسم بتحتاج بتركيبها الكوليسترول. بتوقع هذا الشيء معكم سابقا بالمقررات الماضية صحيح؟ هذا بيعرف شو فائدة الكوليسترول لأغشية الخلايا؟ نقول المواد المنحلة بالدهون. يعني ممكن أيضا حدا عنده فكرة عن الكوليسترول لأنه جدار شو؟ الخلية بتكون من الكوليسترول. برافو بنان، هذا الكوليسترول نوع من أنواع مش الدهون. موجود بالخلية. طيب نعم. فالفكرة الأساسية منه ليش هلأ نحن حكينا إنه أغشية الخلايا قبل بحاجة نفوذية معينة، والتركيب الأساسي فيها هو الفوسفوليبيدات صحيح؟ طيب أما تكون الفوسفوليبيدات إذا متذكرين شو المكون اسمه فوسفوليبيدات، يعني أنا عم لكم اسمه فوسفوليبيدات، فشو بتكون؟ من الفوسفور عبارة عن رأس، شوفوا اللي عم أشيركم عليه. رأسه والذيل. برافو، رأسه زي البنان، ممتاز. الرأس عبارة عن شو؟ عن كوليسترول دهون. لا، الرأس هو جزيئة الفوسفات أو الفوسفات. الذيل هو جزيئة الليبيد. تمام، الرأس محب للماء، الذيل محب للدهون. تتذكروا هيك معلومات؟ طيب على اعتبار مو متذكرين المعلومات صبايا، اوكي ما في مشكلة، رح نعمل مراجعة سريعة على الموضوع. غشاء الخلية بتكون بشكل سريع جدا من جزيئات الفسفوليبيدات، ويدخل أيضا الكوليسترول بتركيبه، وأيضا في عنا بروتينات. المكون الأساسي للغشاء هو الفسفوليبيدات، جزيئات عبارة عن طبقتين تصطف جنب بعضها، الرأس للرأس، عفوا الرأس عكس الرأس، والذيل مقابل الذيل. يعني القسم المحب للماء واحد بيتجه خارج الخلية والآخر بيتجه لداخل الخلية. الذيل بيكون الاثنين مقابل بعضهم، كاره للماء مع كاره للماء، بشكلوا طبقة ثنائية مع بعض. بدخل بتركيب الغشاء بين هاي الجزيئات الكوليسترول. ليش؟ لحتى يساعدني على زيادة تماسك غشاء الخلية وتنظيم موضوع ان هو نحن النفوذية تبعه كتير مهمة، غشاء الخلية مشان ما يسمح لأي مادة تخرج. فالكوليسترول له دور كتير كبير بيزيد الصلابة تبع الغشاء، التماسك تبع الغشاء. تمام، وهذا دور الكوليسترول بغشاء الخلية. صرنا بنعرف انه
الدهون تستخدم بالجسم بمكانين، إما كمخزن الطاقة أو مصدر الطاقة، أو تدخل بتركيب الهرمونات وأغشية الخلايا بالجسم. طيب هلا أنا لما أقول فكرة إنه أنا كيف بدي كسر، كيف بدي كسر الروابط الموجودة بالفاتي أسيد، نحن عم نحكي عن موضوع الميتابوليزم اليوم للدهون. الفكرة الأساسية منه إنه أنا مثل ما أنا صغر الحجم تبعه. حكينا بالمحاضرة الماضية عن الأنزيمات، تتذكروا؟ حدا عنده فكرة شو هي الأنزيمات؟ هي المواد بتساعد على تفكيك العناصر الغذائية، يعني بتساعد على ما بتساعد. برافو بيان، عندك فكرة؟ صحيح، في كوليسترول ضار وفي كوليسترول مفيد. عندك فكرة يا بيان شو هي الأنزيمات؟ أنزيمات عبارة عن بروتينات، مثل ما حكينا بالمحاضرة الماضية. هاي البروتينات بتساعد على نقطتين، أنا عندي تفاعل معين عم يصير، هذا التفاعل لحتى يصير له شروط معينة، من ضمن هاي الشروط له أو بحاجة طاقة معينة يصرفها لحتى يعمل هذا التفاعل. فأنا بدي أنظيم يخفف لي هاي الطاقة أكبر قدر ممكن، استهلك أقل قدر من الطاقة، وبعدها بدي شيء يسرع لي التفاعل. فأنا هاي الأنزيمات كتير مهمة للتفاعل اللي بدي يصير عندي على الفاتي أسيد وتكسير الروابط الموجودة بيناتها، لحتى أحصل على الجزيئات الأصغر من الفاتي أسيد. فالأنزيمات بتساعدني بهاي العملية لحتى تتم بشكل أسرع وتذكر الحجمة، لحتى نقدر ننتقل للمرحلة اللي بعدها من تصغير، بعد ما ذكرنا يعني الفاتي أسيد أو الدهون. هلا بعد ما تصغرت بالجهاز الهضمي بتم تمشي هاي المرحلة، بتم تصغير جزيئات التكسير مثل ما حكينا، بعدها بتم الامتصاص. بعد ما ندخل نحنا أو نخلص عفوا هاي المرحلة بشكل كامل، بعدها بصير عندي الامتصاص. هلا الامتصاص وين بصير؟ بصير بالخلايا الموجودة بالأمعاء الدقيقة، بتم الامتصاص الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة. عندي خلايا خاصة بامتصاص الدهون بعد ما يتم تكسيرها لجزيئات صغيرة. بعد ما يتم الامتصاص بتم عندي مرحلة التعبئة. هلأ بنشوف شو يعني تعبئة الكوليسترول أو تعبئة الدهون أو فاتي أسيد، وبعدها بتنتقل لكل أنحاء الجسم لح تدخل على الخلايا اللي هي بحاجتها. فهي لمحة سريعة عن العملية اللي بتتم على الكربوهيدرات اللي نحن رح نناقشها هلا بالتفصيل. رح نشوف هذا الفيديو عن شو بيحكي إن شاء الله، نناقش مع بعض. الكربوهيدرات ولا الدهون؟ عفوا بنام ما سمعتك. أنت قلتي إنه ندرس إنه تفكيك الكربوهيدرات، ولا قصدك الدهون؟ الدهون دهون وليس الكربوهيدرات. Protein metabolism and the transport of lipoprotein. So what comes in our mind when we hear the term lipoprotein? So it's simply lipid and protein, right? عم قلنا أول فكرة وأهم فكرة شو هو الليبوبروتين. يعني لما أقول أنا ليبوبروتين، الفكرة من اسمه مبين هو عبارة عن بروتين زائد دهون. الليبو يعني هو الفاتي أسيد، تمام؟ الاثنين مع بعض بيعطوني مسج اسمه الليبوبروتين. combination of both. So inside the lipoprotein particles there would be lipids such as cholesterol, triglycerides, phospholipid, etc. أنواع من اللبيدات، عندي الكوليسترول، عندي الترايغليسيريد، هدول أحد أشهر أنواع الليبيدات، تمام؟ Also, there would be a protein part, such as apolipoproteins. A combination of all of these is the lipoprotein. Now, let me introduce you to the lipoproteins.
There are several types of lipoproteins which are found in our body. هلا عم يقولنا انه بجسمنا في عنا اكثر من جزيئة ليبوبروتين. هلا هو رح عرفنا عليها لحتى لما نقول نحن ليبوبروتين نعرف عن شو عم نحكي بالضبط. فكرة الليبوبروتين شو هي؟ تمام؟ انا وقت قلت انه في عندي عمليات بتتم على الدهون بجسم وبعدها بتم تعبئتها وانتقالها بجسم بعد ما يتم امتصاصها. هاي الجزئية كتير مهمة لحتى تركزوا مع بعض ونعرف شو هي الليبوبروتينات الموجودة بالجسم عندي يلي بتساعدني على نقل هاي الفاتي أسيد يلي نحنا كسرناها وحصلنا عليها يلي هي الكوليسترول. كل واحدة من الليبوبروتينات يلي رح نحكي عنها هلا كل واحدة إلها وظيفة خاصة فيها وإلى أهمية معينة. ركزوا فيها رح أسألكم عنها مشان نعرف مع بعض شو هي وبعدها نشوف وظيفتها شو بتعمل بالضبط بالجسم. So first lipoprotein that we are going to talk about is chylomicron. أول شيء رح نحكي عن الكايلوميكرون رح نشوف شو هو من شو بتكون رح نركز كتير منيح عن شو بتكون رح نركز شو وظيفته مع بعض. Then we'll talk about VLDL, IDL, LDL and HDL. بعدين رح نحكي بعدين رح نحكي على ال FDL, ال RDL, ال LDL وال HDL. شو هو الفرق بيناتهم؟ أكيد أنتم سمعانين عنه لكن نحن هلأ بدنا نضوي عليهم بطريقة معينة بأفكار معينة شكل معين ونعرف وظيفة كل حدا فيهم. VLDL stands for very low density. أول واحد ال VLDL هو اختصار لا أو المعنى تبعه البروتين الدهني منخفض الكثافة. انتبهوا. IDL stands for intermediate density lipoprotein. متوسط الكثافة ال IDL. LDL is low density lipoprotein. LDL هو منخفض الكثافة. الأخير ال HDL. Why HDL is high density lipoprotein. ال H طبعا اختصار للهاي هو عالي الكثافة. تمام؟ هلا أول شيء قارنا بيناتهم الثلاثة من ناحية الكثافة. تمام؟ أول واحد FDL قلنا إنه كثافته منخفضة، ال IDL متوسط، LDL منخفض، ال HDL عالي. When you say some density of the lipoprotein, it means how much is the protein content or how. شو يعني أنا عم أقول؟ عالي الكثافة، منخفض الكثافة، مرتفع الكثافة، من أي ناحية يعني؟ عم يقولولنا إنه من ناحية البروتين، البروتين الموجود بهذا القوام أو هي الجزيئة الدهنية أو يعني مقارنة البروتين مقارنة بالدهون الموجودة قديش نسبة البروتين فيه. تمام؟ يعني هي الفكرة من الكثافة تبعه. How much protein is there? For example, in eight. عم يعطينا هلا مثال على HDL. HDL, the protein content is pretty much. ال HDL كثافة البروتين فيه عالية. تمام؟ فلهيك احنا قلنا هاي، فكرة هاي يعني نحن عنا كثافة البروتين فيه عالية، لهيك نحن صنفناه ليبو بروتين عالي الكثافة. أكثر من ال FDL. أو ال LDL. To understand what is the composition of these particles. هلا قالنا نعرف نحن هاي الجزيئات شو بتتكون مشان نعرف شو وظيفة كل حدا فيها. تمام؟ طيب. Talk about the major apolipoproteins present in these particles first and then we talk about the overall composition. So chylomicron has apolipoprotein A, ApoB48, C and E. Whereas VLDL has apolipoprotein B100. ما بيهمني شو أنواع البروتينات الموجودة والتصنيفات المصنفينة، هي ما بتهمني كفكرة عامة بالموضوع، لكن هو ذاكرة أنا ما بتهمني. This is the difference between VLDL and the chylomicron. It also
also has apolipoprotein C and apolipoprotein E. Now, after that, in IDL and LDL, we both have a ApoB100, and in HDL, we have majority of the lipoproteins. So if you go over the overall composition of these particles, you would see that 90% of the chylomicron is triglyceride. هلا التركيب بكل واحدة بهمني طبعا. شوفوا الكايلوميكرون تتكون 90% تريغليسرايد. هلا هو عطانا هون شوفوا الأصفر الأصفر الفاتح تريغليسرايد الأزرق بروتين الأزرق الغامق بروتين الأزرق الفاتح فوسفوليبيد الأصفر الغامق كوليسترول يعني أنواع الكوليسترول الموجودة تمام. فالأصفر الفاتح تعرفوا يعني هذا بتعرفوا كل واحد فيهم قديش مكون. انتبهوا مكونات كل واحد فيهم من أنواع من الدهون موجودة وقديش فيه بروتين وقديش فيه فسفو لبيدات قديش فيه تريغليسرايد قديش فيه كوليسترول. أول شيء أول واحد من الفوسفوليبيدات حكينا مكون الأساسي فيه تريغليسرايد تمام. كمية التريغليسرايد فيه أو التريغليسرايد كتير كبيرة فيه تمام. أيضا بالـ VLDL منلاقي 60% تريغليسرايد. Whereas for LDL concentration of cholesterol is very high. LDL أكثر مركب موجود فيه هو الكوليسترول. لاحظوا كل واحد فيهم عفواً كل واحد فيهم فيه نوع معين من الدهون أو اللبيدات أكثر من الثاني. إذا كايلوميكرون FDL عندي نسبة 90% تريغليسرايد FDL 60% تريغليسرايد. لهيك هدول صنفناهم إنه كثافتهم أقل. ليش الكثافة أقل؟ لأنه كمية الدهون فيها أقل. كلياتنا بنعرف عفواً كمية الدهون أكثر البروتين أقل. بالضبط بنان. هلأ كلياتنا بنعرف إنه الزيت كثافته لما مثلاً نجرب نخلط الزيت مع الماء مين كثافته أقل ومين كثافته أكبر؟ مين بيساعدني؟ الماء يمكن كثافته أعلى من الزيت لأنه الزيت برافو بنان. برافو بنان ممتاز جدا شكرا كثير لك تمام. الماء بنشوفه بالكاسة بيكون تحت الزيت وين بيكون؟ أعلى أو فوق بطفو على السطح. ليش؟ لأنه كثافته أقل. شوفوا فنحن هون شو عم نقول؟ عم نقول إنه كمية الكوليسترول أو الليبيدات أو الدهون أو بشكل عام أي نوع من الدهون اللي هو هون تريغليسرايد هون كمان تريغليسرايد هون الكوليسترول كلهم كمية الدهون فيهم أكبر فبالتالي كثافتهم أقل. ليش؟ كمية البروتين فيهم أقل تمام. شفتوا المعادلة كيف؟ شوي بتخربط بس نركز فيها مع بعض. كايلوميكرون أكثر شيء فيه تريغليسرايد وكثافته قليلة لأنه البروتين فيه قليل. الـ FDL أكثر شيء كمان 60% فيه تريغليسرايد وبعدين الأقل بيجي الكوليسترول لكن شوفوا نسبة الدهون فيه قديش كبيرة والبروتين كتير قليل يلي فيه فهو كمان كثافته قليلة. الـ LDL أكتر شي فيه الكوليسترول نسبة البروتين فيه أقل فبالتالي كثافته قليلة. هلا الـ HDL شوفوا قديش كمية البروتين عندي المشكلة للـ HDL وكمية الكوليسترول عندي قديش قليلة فبالتالي كثافته أعلى تمام؟ لاحظتوا الفرق؟ طيب almost 50% of it. So cholesterol has the highest density of cholesterol whereas VLDL and chylomicron has the highest proportion of triglycerides. هون عم قلنا اكتر شي عنا تريغليسرايد
هون عندي الكوليسترول HDL هو عكسهم. شوفوا الكمية اللي فيه، أعلى نسبة بروتينات أو البروتين بال HDL. So once we have an overview of the composition of these particles, let's see how these particles are synthesized, what are their functions, how are they... مهم جدا تعرفوا مكونات كل واحد فيهم لبعدها بنقدر نعرف وظيفة كل واحد فيهم. تتذكروا انه والله ال HDL كان فيه نسبة البروتين عالية اكثر من ال LDL وال FDL والكايلوميكرون، فمن هون بنكتشف انه وظيفة كل واحد فيهم، شو الفاتي اسيد المسؤول عنه، شو اكثر فاتي اسيد موجود فيه. هون مثل ما قلنا الكوليسترول، كوليسترول تريجليسرايد وتريجليسرايد، تمام؟ Metabolize and what is the turnover rate? So let's begin. Let's say we eat a food which is enriched in fats. رح نبلش من البداية. إذا أكلنا طعام غني بالدهون، أعطانا مثال البرجر أو تشيز برجر، لنشوف شو بيصير فيه لما يدخل للجسم. That's a cheesy burger, and it would be metabolized inside our GI tract, right? So in the intestine, the fat would be absorbed in form of mycelium, right? Now in the intestinal epithelial cell, the هلا شفتوا GI tract, right? So in the intestine, هلا نحن هون بالأمعاء عم نشوف هلا الزهايا المعوية شو اللي بيصير فيها بالضبط، تمام؟ هلا رح يشرح لنا. طبعا كلياتنا بنعرف انه الهضم ببلش من الفم للكربوهيدرات، وايضا جزء من الكربوهيدرات بتم هضمها ايضا بالفم. هون ما ذكر لي هي النقطه رح لازم نضوي عليها، عمليه هضم الدهون وتكسير الليبيدات لجزيئات اصغر للحصول على جزيئات اصغر بتبدا بالفم، تمام؟ نحن عندي انزيمات معينه ايضا موجوده بالفم. طبعا الهضم بالفم يعد فيزيائي وكيميائي وليس فقط كيميائي، ايضا فيزيائي، بيساعد بوجود انزيمات. هي الانزيمات يلي بتساعد على الهضم داخل الفم، وعندي غدد طبعا خاصة لإفراز هاي الأنزيمات، بتصغر بتبلش عملية التكسير تبدأ بالفم. هلا أنا لما عملية الهضم عندي تبدأ بالفم، وبعدها لما توصل للأمعاء وللمعدة بتكون بلشت تكون على جزيئات أصغر. كمل عملية الهضم فيها، في عندي أنزيمات خاصة فيها أيضا بتكمل فيها، وبعدين بتم الامتصاص بالأمعاء. فهو هون بلشت دايركت بالأمعاء، بس حبيت ضوي عن هاي النقطة. الاستقلاب المايكروبيزم عم نحكي فيه هون داخل الجهاز الهضمي في الأمعاء رح يبلش. That would be absorbed in form of mycelium, right? Now in the intestinal epithelial cell, the الامتصاص بتم على مستوى الخلايا الظهرية المعوية. شوف هاي هي substance which would be secreted from the intestinal epithelial cell is the chylomicron. So intestinal epithelial cell secretes chylomicron, which is enriched in triglycerides. Other than triglycerides, it has cholesterol, ApoB48, ApoE, and apolipoprotein C2. All of these are the components of chylomicron, right? So chylomicrons are exclusively assembled in the intestinal mucosal cell. And the most important thing about them is they do have triglycerides, but these triglycerides are coming from our diet. All the triglyceride cholesterol that it has is coming from our diet. Now, triglycerides account for 90% of the volume of this chylomicron. So these are the two very important points about chylomicron. So this is the overall composition of the chylomicron as we have discussed. Now we wanted to understand what is the function of chylomicron. So chylomicron can circulate inside the bloodstream, and eventually it would encounter the adipose tissue. Now its job is to deposit the triglyceride, deposit the fat, the acids in the triglyceride. طيب رح نشرح قبل ما chylomicron. طيب
عم يقول أول فكرة أن الامتصاص مثل ما قلت لكم بيتم على مستوى الخلايا الظهرية. بيتم إفراز، شوفوا في عملية رح تتم بين الخلايا يعني على مستوى الخلية وداخل الأمعاء. شو اللي رح يتم؟ الكايلومايكرون، تمام. هاي أول شيء حكونا عنه على مستوى الخلايا أو زهارة الأمعاء. لاحظوا يعني حكينا هلا عن أول نوع من الفايسفولبيدات، تمام. So intestinal epithelial cell secretes chylomicron, which is الخلايا الزهرية بيتم إفراز هذا النوع من مثل ما قلنا البيضات على مستوى الخلايا الظهرية. شوفوا شو بيصير عندي، بتفرز الكايلومايكرون. لوين بيروح؟ enriched in triglycerides. Other than triglycerides, it has cholesterol, ApoB48, ApoE, and apolipoprotein C2. All of these are the components of chylomicron, right? So chylomicrons are exclusively assembled in the intestinal mucosal cell. And هلا الترجمة ما كتير دقيقة، حتى الترجمة تلقائية يعني، فعشان ما كتير في كلمات ما تركزوا فيها إنه هي ما أنا صحيحة. So this is the overall composition of the chylomicron as we have discussed. Now we wanted to understand what is the function of chylomicron. So chylomicron can circulate. هلا الفكرة الأساسية الكايلومايكرون بتتألف من تريغليسرايد، صحيح؟ يعني نحن لما يتم الحصول على تريغليسرايد بيتم أخذه عن طريق الكايلومايكرون، تمام؟ لأنه هو أساساً تركيب الكايلومايكرون الأساسي هو التريغليسرايد، صحيح؟ فهي أول نقطة قلنا إياها على فكرة الكايلومايكرون. لما ينحط التريغليسرايد داخل الكايلومايكرون بيروح على مجرى الدم، عرفتوا؟ يعني ما بيروح لحاله التريغليسرايد من مجرى الدم، من عفوا داخل الامعاء لمجرى الدم. ليش؟ لانه طبيعته مختلفه، يتكون من احماض الفاتي اسيد كله، الليبيدات هي غير منحله بالماء. كلياتنا بنعرف انه الدم منحل او هو يعني طبيعته مائيه، التريغليسرايد القوام تبعه خلينا نسميه كاره للماء. فهو لما بيروح على الدم او على قوام محب للماء ما راح ينتقل، ممكن يترسب او يطفو مثل ما شفنا لما نخلط الزيت مع الماء، ولا راح يذوب ولا راح يصير في اي يعني ولا اي شكل من هدول الاشكال. فاللي بيصير عندي انه انا بحاجه حامل، هذا الحامل ينقل التريغليسرايد من خلايا ظهارة الأمعاء أو من داخل الأمعاء لمجرى الدم. عرفتوا الفكرة الأساسية؟ طيب. Now its job is to deposit the triglyceride. I mean deposit the fat. وظيفة الكايلومايكرون شو هي؟ نقل التريغليسرايد، تمام؟ بعد ما تم تكسيره وتفكيكه على مستوى زهارة الأمعاء وعلى مستوى أول شيء بلشنا بالفم، معدة، أمعاء. على هذا المستوى تم التفكيك بأنزيمات معينة هلأ منشوفها. نحن هلأ بس عم نشوف الفكرة الأساسية، بعدين منشوف شو أسماء الأنزيمات اللي عم تقوم بكل عملية من هدول العمليات. أنا هلأ عم حب أركزكم على الفكرة الأساسية. بعد ما تكسرت عندي دهون وحصلنا على تريغليسرايد، لازم
التريغليسرايد ينتقل عن طريق الكايلوميكرون، تمام؟ عرفت شو وظيفته؟ طيب طيب أعطانا اسم أول أنزيم، ما في مشكلة. أنزيمات ليباز. The one part of the chylomicron which is apolipoprotein C2 would activate the lipoprotein lipase. Now, lipoprotein lipase is an extracellular enzyme that is anchored to a heparin sulfate on the capillary walls of many cell types and tissues, but majorly it is found in adipose tissue. And it is very important in terms of breaking down of triglycerides. So, the lipoprotein lipase activated. الفكرة الأساسية إنه الأنزيمات المبطنة، عفوا الخلايا المبطنة هون المبطنة الشعيرات الدموية تفرز لي هذا الأنزيم وبيساعد على تكسير الليبوبروتين، تمام؟ By apolipoprotein C2 would be eventually breaking down the triacylglycerol into free fatty acids, and these free fatty acids would be stored inside the adipose tissues. So the major function of lipoprotein lipase is to break. فكك لي التريغليسرايد لا فاتي أسيد. شوفوا هذا الأنزيم، أنزيم الليباز، ليبوبروتين ليباز، فكك التريغليسرايد لا فاتي أسيد، لا ثلاثة فاتي أسيد. هلا هو التريغليسرايد عبارة عن شو؟ كلياتنا بنعرف جلوسيرول وثلاثة من شو؟ الصبايا مو مصحصحين معنا. طيب ثلاثة فاتي أسيد صح؟ ليك اسمه تريغليسرايد. لما يتم تفكيكه بنحصل على فاتي أسيد. طيب بعد ما حصلنا عليهم شو بيصير عندي؟ And now the fat is freed, right? So we can understand the concentration of triacylglycerol is reduced in these particles. Now it is known as chylomicron remnant, okay? And it would be uptaken by the liver. So now we talk about another type of lipoprotein particle, which is known as VLDL, or very low density lipoprotein. Secreted by the liver, not by the intestine. So let's try to understand how VLDL is synthesized and secreted. So VLDL is generated inside the liver, right? In the liver hepatocytes. I need to agree with the University of Essex online. Study wherever you are. So let's just zoom into a hepatocyte and try to understand. So liver hepatocyte gets input of glucose from the bloodstream. Now once glucose enters the liver hepatocyte, it would undergo glycolysis and it would generate pyruvate. Eventually that pyruvate would be converted to acetyl-CoA, and acetyl-CoA would eventually give rise to a TCS. هلا هاي العملية الأسيتور كو اي وحلقة كريبس، هلا حلقة كريبس هالمرة الماضية ناقشناها، بس عم يربط لي بين العملية يلي بيحصل فيها أو التقاطع بين تفكك الدهون والكربوهيدرات، عرفتوا؟ عم يقول مركب الأسيتور كو اي يلي حصلنا منه أو حصلنا عليه من عملية تفكيك الكربوهيدرات ممكن يدخل أيضا بعملية smooth endoplasmic reticulum to make cholesterol. So cholesterol biogenesis can take place in the smooth endoplasmic reticulum. ها هون عم يناقش لي فكرة التصنيع اللي بيتم بالكبد وشو بيصير بالكبد لهي المركبات. Now other than that, which is a byproduct of the glycolysis pathway, can be eventually used to make glycerols. And there will be free fatty acids present in the cytosol itself. So free fatty acid, glycerol,
would make triacylglycerol, whereas cholesterol and phospholipid would also be packaged inside the Golgi bodies. And ultimately, it would generate a lipoprotein particle, right? And the protein part comes from these apolipoprotein components. And from liver, the ApoB100 is the major apolipoprotein on VLDL. And it is synthesized by a specific gene present in the nucleus. Okay, so the apolipoprotein B100 containing VLDL particles would be now released into the bloodstream. Now, VLDL encounters HDL, and from HDL, VLDL obtains other apolipoprotein such as apolipoprotein C2 and apolipoprotein E. So, it is very important that VLDL interacts with the circulating HDL. Now, as VLDL passes through the circulation, it also enters the fat tissues or the adipose tissues, and on the adipose tissues, there would be lipoprotein. هلا قبل ما يدخل بهي التفاصيل نحن لازم نضوي بمحاضرتنا على النقاط الأساسية وبعدها نشوف شو عطينا أفكار عن ال LDL وال HDL وباقي الفسفولبيدات. ثواني. طلع عندكم الباوربوينت صبايا بس حدا يخبرني اذا الباوربوينت لا لسه نفس الصفحة. طيب هلا انت مثل شاشة سوداء. شاشة سوداء. اوكي هلا ايه هلا طلع. اوكي إذا أنا كان هدف من هذا الفيديو ناخذ الأفكار الأساسية بعدين بنكمل باقي التفاصيل بعد ما نطلع عليها بمحاضرتنا ونعرف شو اللي عم بيصير بالضبط بفكرة التكسير الدهون أو استقلاب الدهون. طيب مين بده يقرأنا؟ تفضل قرأنا يا رشا. نعم دكتورة، التمثيل الغذائي للدهون هو تخليق وتحليل الدهون في الخلايا بما في ذلك تكسير أو تخزين الدهون للحصول على الطاقة، وتخليق الدهون الهيكلية والوظيفية مثل تلك التي تشارك في بناء أغشية الخلايا. نظراً لأن الدهون عبارة عن جزيئات كارهة للماء فيجب إذابتها قبل أن تبدأ عملية التمثيل الغذائي. غالباً ما يبدأ التمثيل الغذائي للدهون بالتحليل المائي الذي يحدث بمساعدة الإنزيمات المختلفة في الجهاز الهضمي. الخطوة الثانية بعد التحليل المائي هي امتصاص الأحماض الدهنية في الخلايا الظاهرية لجدار الأمعاء. في الخلايا الظاهرية يتم تعبئة الأحماض الدهنية ونقلها إلى باقي الجسم. هلا هون هن عم ناخذها بالفيديو انه الفكره هي تكسير الدهون يا اما مشان نحصل على الطاقه مثل ما قلنا او نعم او الفكره الثانيه انه تساعد على تركيب مركبات ثانيه بالجسم مثل الهرمونات وغيرها تمام او بناء الاغشيه الخلايا. هي اول فكره نحن حكينا عنها ببدايه محاضرتنا انه الدهون يا اما بتساعد على هذا الشيء او بتساعد على تركيب أغشية الخلايا والهرمونات أو كمصدر الـ ATP. طيب عم يقولوا لنا فكرة تانية على اعتبار الدهون هي هيدروفيلك. نحن لما نسمع كلمة هيدروفيلك دغري تتذكروا أنتم كلمة إنه كاره للماء. شو يعني هيدروفيلك؟ يعني لا ينجذب لأي شيء بيشبه قوام الماء تمام؟ يعني غير قطبي تمام؟ طيب ولأنه الدهون غير قطبية أو هيدروفيلك لازم عملية الهضم أو التفكيك ما بتتم بسهولة. في عندي عمليات معينة مو مثل الكربوهيدرات. الكربوهيدرات كانت أسهل موضوع عندي لأنه بتعرفوا أنه الجلوكوز ممكن أنه ينحل في الماء صحيح؟ أما الدهون أو الفاتي أسيد
العملية شوي صعب بالنسبة لنا. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا هايد وفرق. طيب هلأ هاي العملية كيف بتتم؟ عملونا أنا بتبدأ بفكرة تكسير روابط. هلأ هي ما كتير ترجمة دقيقة، نحن هلأ هنشوف الأنزيمات بالجهاز الهضمي، الأنزيمات بالجهاز الهضمي شو دور كل واحد فيها، ونحن أثناء تكسير الدهون بحاجة الأنزيمات. ليش؟ الأنزيمات مثل ما قلنا بتساعدني على تكسير هاي الدهون والحصول عليها بالشكل الأصغر، وبنفس الوقت بتسرع لي العملية، بتخفف لي الطاقة اللي نحن رح نستهلكها. بعد ما يتم بالجهاز الهضمي، بعد ما يتم تكسير جهاز الأحماض الأمينية الدهنية، بصير عندي بالجهاز الهضمي على مستوى الخلايا الظهرية بالأمعاء مثل ما شفنا بالفيديو، بيتم عندي الامتصاص عن طريق هاي الخلايا. شفنا أيضا كيف تم الامتصاص بالفيديو، تمام؟ هلا هاي عملية الامتصاص، بعد ما يتم الامتصاص للداخل داخل الخلايا بصير عندي تعبئة داخل الخلية، تمام؟ وبعدين بعد ما تتم التعبئة بتم الانتقال. عرفتوا؟ شفتوا كيف المراحل بتتم؟ طيب رح نشوف هلا الفكرة اللي بعدها عن شو عم يقولونا. طيب قلنا يا بنان هضم الدهون، الهضم هو الخطوة الأولى لعملية التمثيل الغذائي للدهون، وهي عملية تكسير أو تخفيض الدهون الثلاثية إلى وحدات أحادية، أحاد الجليسرايد أصغر بمساعدة إنزيمات اللايباز. يبدأ هضم الدهون في الفم من خلال الهضم الكيميائي عن طريق اللايباز اللساني. لا يتم تكسير الكوليسترول الذي يتم تناوله بواسطة اللايباز، ويبقى سليما حتى يدخل الخلايا الظهرية للأمعاء الدقيقة. ثم تستمر الدهون إلى المعدة، حيث يستمر الهضم الكيميائي عن طريق اللايباز المعدي، ويبدأ الهضم الميكانيكي. ومع ذلك فإن غالبية هضم امتصاص الدهون يحدث بمجرد وصول الدهون إلى الأمعاء الدقيقة. يتم إفراز المواد الكيميائية من البنكرياس، عائلة اللايباز البنكرياس واللايباز الصفراوي المعتمد على الملح، في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في تكسير الدهون الثلاثية جنبا إلى جنب مع المزيد من الهضم الميكانيكي، حتى تصبح وحدات أحماض دهنية فردية يمكن امتصاصها في الخلايا الظهرية للأمعاء الدقيقة. إن اللايباز البنكرياس المسؤول عن الإشارة إلى التحلل المائي للدهون الثلاثية إلى أحماض دهنية حرة منفصلة وحدات الجلسرين. طيب شكرا كتير إليك يا بنان. هلأ عم يقولنا الفكرة الأساسية بعملية الميتابوليزم اللي بتصير على الليبيدات أو الدهون وعملية التكسير هاي. أول شيء بلشونا عطونا مثال للتريجليسرايد. التريجليسرايد قالوا أنه نحن منظره بدل ما يكون عبارة عن ثلاث أجزاء من الليبيدات ويضل يعني حامل هاي الروابط ويضل عبارة عن ثلاثة فاتي أسيد، نحن بنفككه باستخدام أنزيم اسمه ليباس، تمام؟ هذا أول أنزيم تمزكه. طبعاً بنرجع بنقول إنه دور الأنزيمات شو هي؟ تسريع التفاعل، تمام؟ وتخفيف الطاقة اللي مستهلكة بهذا التفاعل. طيب أنا عندي مثل ما قلت لكم الهضم بيتم بالفم ما بيتم فوراً بالمعدة أو الأمعاء. انتبهوا كتير هاي النقطة، حتى هذا سؤال كتير مهم بالامتحان، إنه عندي هضم الكربوهيدرات أو هضم الدهون يبدأ بالمعدة، طبعاً غلط، أو يبدأ بالأمعاء، طبعاً غلط. الفم له دور كتير كبير بالهضم يا جماعة، يعني موضوع الهضم اللي بيتم بالفم إذا تم التغاضي عنه معناها أنا في كتير أنزيمات موجودة عندي بالفم أنا ما عم باخد الدور تبعها بعين الاعتبار. طيب أنا بالفم عندي نوعين من الهضم مثل ما قلت لكم، هلا هن هون ذكرونا الكيميائي وأيضا عن طريق الليباز أو أنزيم الليباز الخاص أو يتم إفرازه بغدد. هاي الغدد موجودة بالفم، هي بتفرز لي هذا الأنزيم، بتساعد على بالبداية تكسير مثل ما قلنا الليبيدات بالفم. طيب
بعدين عملوا لي بتروح الدهون على المعدة، هاي اللي تم تفكيكها بتروح للمعدة، بستمر عندي الهضم بالمعدة عن طريق أيضا لباز المعدي. شوفوا كم لباز صار عندي، معوي، فموي، معدي. هلا رح نشوف كم نوع بشكل كامل، تمام؟ طيب، وبيبدأ هون النوع الثاني من الهضم يلي بيصير على مستوى المعدة، تمام؟ بعدها توصل لوين؟ للأمعاء الدقيقة. أنا لما أوصل للأمعاء الدقيقة المفروض إنه اللبيدات تم تفكيكها بقسم كبير. هلأ لما أوصل للأمعاء الدقيقة في عندي شيء تاني بيصير على مستوى الأمعاء الدقيقة، اللي هي في عندي أيضا أنا إنزيمات ومواد بتم إفرازها من البنكرياس. كلياتنا بنعرف الإنزيمات الخاصة بالبنكرياس، هاي الإنزيمات أيضا دور بتفكيك الليبيدات، صحيح؟ فهي الإنزيمات بتروح على الأمعاء، هنيك بتم يعني الدهون دي، وبالكون ما بتروح للبنكرياس وهنيك بتم إجراء عليها العمليات باستخدام أنزيمات البنكرياس، لا، هاي الأنزيمات هي بتروح على الأمعاء، وهي أساسا الدهون موجودة بالأمعاء، مثل مثلا التريغليسيرات هو أساسا موجود بالأمعاء، صحيح؟ فأنا الأنزيمات أو الليباز سمونا الليباز صفراوي المفرز من البنكرياس هو بيروح على مستوى وين؟ على مستوى الأمعاء. هو في تحديدا اسمها 12، يعني في بداية الأمعاء بالضبط 100% هي اللي بتفرز فيها العصارة الصفراوية تبع الكبد المرافق والبنكرياس كمان بيفرزوا، الاثنين بيفرزوا عليها وبيساعدوا على هضم الدهون. هضم الدهون، برافو يا بنان، 100%. بتفكك لي شو؟ أكثر شيء عم يركزونا على موضوع التريجليسترايد يلي بيتم تفكيكه كلهم بتآزوا مع بعضهم للحصول على الفاتي أسيد بدون ما يكون في روابط بيناتها. ليش؟ مشان أنا أقدر يتم امتصاصها من قبل الخلايا المبطنة للأنف. عرفتوا كيف؟ عرفتوا وين بلشنا؟ ولوين وصلنا؟ طيب، بعد ما تم عندي كل هاي العملية، بعد ما تم عندي وصلنا لمرحلة الخلايا المبطنة للأمعاء، أنا هون هلأ في عندي عمليات لازم تتم على مستوى هاي الخلايا. لحظة لنشوف شو هاي العمليات. طيب، تفضل يا ميسم قائلنا. امتصاص الدهون، الخطوة الثانية في عملية التمثيل الغذائي للدهون هي امتصاص الدهون. يحدث معظم امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة فقط بمجرد تقسيم الدهون الثلاثية إلى أحماض دهنية فردية وجليسرين إلى جانب الكوليسترول، سوف تتجمع في هياكل تسمى المزيلات. الأحماض الدهنية تترك المزيلات وتنتشر عبر الغشاء لتدخل الخلايا الظهارية المعوية. في العصارة الخلوية للخلايا الظهارية يتم إعادة تجميع الأحماض الدهنية وأوحاد الجليسرين مرة أخرى في الدهون. في العصارة الخلوية للخلايا الظهرية يتم تعبئة الدهون الثلاثية والكوليسترول في حجم أكبر تسمى الجسيمات، وهي هياكل التي تنقل الدهون المهضومة. هي جزيئات البروتين الدهني التي تتكون من الدهون الثلاثية الفوسفوليبيد الكوليسترول والبروتينات، ينقلون الدهون الغذائية من الأمعاء إلى أماكن أخرى في الجسم. تنتقل مادة الكيلو مكرونات عبر مجرى الدم لتدخل الأنسجة الدهنية والأنسجة الأخرى في الجسم. طيب، شكراً كثير إليك يا هبة. هلأ ميسم صباحي، المحاضرة بدها كثير تركيز، هيك أعطيكم بريك 5 دقائق فقط. طبعاً بريك 5 دقائق دائماً بتأخروا عليه، بعد 5 دقائق أنا رح بلش. في حال ما كنتم موجودين في المعلومات رح تروح عليكم. نحن 12 طرت رح نستكمل محاضرتنا بانتظاركم.
أهلا وسهلا فيكم صبايا، راح نستكمل الآن محاضرتنا. بتوقع هلأ صار الكل موجود. حكينا بأول مرحلة كيف بده يبلش موضوع تكسير الدهون، العمليات اللي بتتم عليه تبدأ بالفم ثم بالمعدة بالأمعاء على مستوى الأمعاء. قلنا أنه بعد ما يتم التفكيك بوجود أنزيمات الليباز الخاصة بالفم والمعدة، أيضا بصير عندي كمان إفراز من البنكرياس، والعصارات اللي حكينا عنها أيضا لها دور بالتفكيك على مستوى الأمعاء. هلأ بدنا نحكي على موضوع بعد ما تم هذا التفكيك، تمام؟ قلنا إنه الدهون كارهة للماء، هيدروفوبيك، صحيح؟ طيب ما دام هي هيدروفوبيك فأنا شو بدي قلنا؟ بدي شغلات أو نواقل أو تفاصيل تساعدها على الدخول للأماكن اللي هي لازم تروح عليها، صحيح؟ طيب الخطوة الثالثة اللي ما نحكي عنها هلا هي امتصاص الدهون. امتصاص الدهون بعد ما تمت هاي العمليات كلها بشكل كامل وتفككت، الامتصاص بيصير على مستوى الأمعاء الدقيقة، هاي أول نقطة. وتكسير التريغليسرايد مثل ما قلنا مجرد ما يتكسر ويتحول ل المونوغليسرايد أو الأحماض الدهنية بدون روابط، ما عاد في روابط بيناتها، ما عاد في روابط تجمعها، وصار في عندي أيضا جلوسيرول. هاي الأحماض والفاتي أسيد اللي تم تفكيكها بدنا وين نروح فيها؟ نروح على الأماكن اللي لازم يتم امتصاصها، الأماكن اللي تم تخزينها، بس هي ما فيها توصل بدون ما تمر بهي المراحل اللي هلا راح أخبركم عنها. هلا بتراكموا مع بعض وبتدخل هاي بتم تعبئتها أو دخولها في، خلينا نسميها جزيئات أكبر منها، سمونا إياها أو جسيمات الكايلوميكون. وين إجى الكايلوميكون؟ يعني الفكرة من الكايلوميكون قبل شوي حكينا شو هي الكايلوميكون وتناقشنا فيها بشكل كامل وعرفنا بشو بتتكون. هلا وجهوا هون قالوا لنا إنه الكايلوميكون جزيئات لايبوبروتين عبارة عن تريغليسرايد بنسبة، شفتوا حكينا بالتسعين بالمية تقريبا، وفيها نسبة قليلة من الكوليسترول فوسفوليبيدات. فالكايلوميكون هي الناقل الأساسي لمين؟ للتريغليسرايد. عرفتوا الناقل الأساسي للتريغليسرايد من الأمعاء للأماكن الأخرى شو هو؟ الكايلوميكون. طيب يعني هلا الكايلوميكرون يعني هو، يعني هو نوع من انواع ال، يعني هو عباره عن ليبوبروتين، انه نوع انه بعد ما تتحلل الدهون او تنهضم من الجسم يعني بتعطينا هاي التجميعه. نعم بالكايلوميكرون تجميعها يعني باجزاء معينه، ممكن ممكن جزيئات، ممكن جزيء كايلوميكرون هذا يعني بالضبط بينقل أكتر شيء مثلا مادة الكوليسترول هاي بتدخل على الأماكن اللي بالجسم اللي بتحتاج أكتر شيء كوليسترول. لا بنقول تري تراي وليس كوليسترول. كوليسترول نسبته كتير قليلة. تراي جلسرايد ولا تراي كوليسترول؟ لا الكوليسترول مسؤولة عن نقله جزيئات تانية يا بنان. تمام. نحن هون عم نحكي عن جزيئات بتم نقلها عن طريق الكايلوميكرون. تركيبه الأساسي شو هو قلنا؟ هو كان تركيبه الأساسي هي طيب هي بتنتقل عن طريق شو؟ الكايلوميكرون. ليش؟ لأنه هو تركيبه الأساسي يتألف من هذا النوع من الدهون، تمام؟ أما الكوليسترول ينتقل عن أنواع تانية. هلا نشوف شو هي، نشوف يعني هاي اللي حكينا عنهم ال LDL وال HDL وهدول، هدول بعد ما تنهضم الدهون. لا هلا بنشوف هدول إمتى. لا يعني أنا لأني يعني حاسة حالي ضايع شوي، مو عارفة يعني إجباري لهيك نحن هلا عم نرتب الأفكار. هلا عم نشوف أول، عرفتي شو هي كانوا مكان؟ تمام
هو جزيئات البروتين اللي فيها أكثر شيء كمية البروتين، نعم، وبتساعد على نقلها لباقي أنحاء الجسم. تمام، ما تخربطي حالك، واحدة واحدة رح نحكي. تمام، يعني هاي بتكون موجودة بالدم، يعني لو جينا فعملنا مثلا تحليل دم حنلاقى نفحص الكايلوميكرون هاي مشان نشوف قد ايش. ما بنفحص الكايلوميكرون يا بنان، نحن بنشوف قديش عندنا كوليسترول، تريجليسترايد، او تي، يعني احنا بنشوف ال LDL HDL بس ما بنشوف الكايلوميكرون. يعني ولا مرة فحصناه بالمخبر الكايلوميكرون. تمام، لما نفحص باقي الفاتي أسيد أو الكوليسترول وغيرها، هن بدلونا على يعني ارتفاعهم أو انخفاضهم أو النورمال، بدلونا على أنه والله نسبة الكوليسترول بالدم هالقد، نسبة ال HDL هالقد، LDL، لكن الكايلوميكرون ما حدا بيقيسها. تمام، مو مهم أنه نقيسها أساسا. طيب، كنا عم نحكي على فكرة بعد ما تم التكسير التريك دراسات فككنا للفاتي أسيد نحنا بدنا إياها، إجت الكايلوميكرون وجمعنا في كوليسترول على بروتين بنسبة كتير قليلة طبعاً، وحملتها من الأمعاء واخدتها على أماكن أخرى بالجسم. إذا وظيفة الكايلوميكرون إنه تنقل عبر مجرى الدم شو؟ دهون الثلاثية أو التريجليسترايد، هي وظيفتها الأساسية على مستوى الأمعاء لمجرى الدم. تمام؟ طيب، بعد ما يتم المغادرة شو بيصير عندي يا ترى؟ تعالوا نشوف شو بيصير عندي. هذا الشكل اللي بوضح لي بشو بتكون الكايلوميكرون، حكينا قديش نسبة تريجليسترايد فيه، حكينا قديش في نسبة البروتينات والفوسفولبيدات. تمام، وحكينا على فكرة الذيل والرأس بشكل كامل. طيب، هلا قبل ما نحكي عن هاي الفكرة بدي أورجيكم هذا الفيديو عشان كمان تكون الفكرة واضحة بالنسبة لكم. Protein lipase, just like we have seen for is known as. لسه ما طلع عندكم الفيديو صح؟ طلع عندكم شي الفيديو؟ دكتورة فتح شاشة زرقاي، دكتورة شاشة تاركة شاشة سودا؟ زرقاء. زرقاء. Are you a professional looking to immigrate legally to the United States? Today we're going to. Hi, in this video. خلينا نشوف بهذا الفيديو شو راح يحكوا لنا عن ترجمكم يا عربي. اوكي. هلا بقى يا بنات رح تشوفي شو هو HDL شو هو LDL. HDL and reverse cholesterol transport mediated HDL. HDL stands for high density lipoprotein. That means HDL has more of a protein part than a lipid part. Now let me introduce you about. أول نقطة أنا ياها إنه HDL بتكون من نسبة بروتينات أعلى من كمية الدهون الموجودة فيه. تمام؟ HDL has apolipoprotein A1, apolipoprotein C that are the major components of HDL, and
ACL can be secreted from both intestine and the liver. 40% of the HDL is actually protein. المكون الأساسي اللي بنقول الدهون بين الكبد وبين الأمعاء، تمام؟ النسبة الأساسية في 40% بروتين، 30% فوسفولبيد، و 25% كوليسترول. هاي مكوناته. Just to compare HDL with other lipoprotein components, HDL is known as good cholesterol. هذا هو اللي ما يسمى الكوليسترول الجيد. تمام؟ If you will try to understand why HDL is good, what's the benefit of HDL? Let's compare all these lipoprotein molecules. Chylomicron, VLDL, IDL, LDL, and HDL. You can see the HDL is smaller in size. In other words, they have very high density of protein and very less amount of. هاي الفكرة سبق وناقشناها إنه ليش هو أصغر واحد ال HDL وليش الباقي أكبر منه، لكن هو كثافته أعلى بسبب نسبة البروتين فيه أعلى. تمام؟ The major apolipoproteins that make هاي ما كتير بتهمني قلتلكم. Coming to the composition, HDL is majorly consists of protein, whereas LDL and other particles are either more triglyceride or cholesterol. هلا بناء هاي الفكرة ناقشتها معك، التريجليسرايد والكوليسترول، LDL أكثر شيء فيه نسبة كوليسترول، وأيضا عندنا ال FDL. ال FDL هلا لا، التريجليسرايد والكايلوميكرون أيضا تريك دستر. كوليسترول and HDL can be secreted both from liver and intestine. So we know that LDL, which is also known as bad cholesterol, deposits cholesterol excess. عملوا لنا إنه ليش سموا LDL قبل ما يشرحوا لنا عن أي شيء، ليش سموا LDL؟ هو خلينا نسميه الكوليسترول السيء أو الباد كوليسترول. ليش؟ لأنه هو بيؤدي إلى شو؟ شو شايفين بالصورة؟ مترسب على جدران الأوعية الدموية، بيراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية وبسبب ما يسمى بتصلب الشرايين وإلى ما هنالك من أمراض قلبية ناتجة عن ذلك. تمام؟ كوليسترول in the arteries and this increases the risk of coronary artery disease and they are hence atherogenic. Now, in case of HDL, they kind of scavenge these excess. لما ال HDL تشوف في كوليسترول متجمع شو بتعمل؟ Excess cholesterol from these arterial space and they return it to liver. تاخده من هذا المكان وترجعه لوين؟ لوين؟ صباح الخير. على الكبد. بتراكم على الكبد يمكن بصير تشحم كبد. لا ما بدنا نوصل لهلا مرحلة هي، بدنا نحن عم نحكي هلا عن النورمال. تمام؟ بالنورمال ال HDL كل ما يشوف في مكان بلش يتراكم فيه الكوليسترول بياخده وبيروح لوين؟ على الكبد. عرفتوا ليش هذا اسمه باد كوليسترول وهذاك جود كوليسترول؟ عرفتوا الفرق بيناتهم؟ وليش هذا جود وهذا باد؟ طيب. Now, HDL has several other properties which make it easy. HDL is a reservoir for apolipoprotein, and many of these apolipoproteins are supplied to other lipoprotein particles. Now, HDL can uptake unesterified cholesterol. HDL also helps in esterification of cholesterol. HDL takes part in reverse cholesterol transport. That means it takes away. الفكرة الأساسية من هاي الفقرة إنه الكل ال HDL بيساعد على إزالة ال الكوليسترول اللي بتراكم بالدم على مساحات شوي. نعم. ترجع الكبد. Is known as the reverse cholesterol transfer, where peripheral cholesterol is now returned to the liver for recycling purposes. And the recycled cholesterol
ترانسبورت، الفكرة منه إنه عملية إرجاع الكوليسترول، يعني إحنا بعد ما تم الهضم تمام، بعد هاي العمليات كلها اللي تمت وتعبئتها وراحوا على مجرى الدم، إما بيروحوا مثل ما قلنا بيدخلوا على الخلايا أو بتم تصنيعهم وإدخالهم بأخشية الخلايا وبالهرمونات أو كمصدر الطاقة، أو بترسبوا إذا كان عندي فائض أو إذا كان عندي خلل. هلأ بنشوف شو بصير إذا صار عندي خلل بالعملية اللي بتم فيها إدخال الكوليسترول الخلايا، برجع هذا الكوليسترول على الدم بيرسبوا ال HDL، عفوا ال LDL. ال LDL ما كتير سائل على الموضوع، بيرسب بترسب بترسب على جدران الشرايين. ال HDL موجود بمجرى الدم عنا، رب العالمين خلقه مثل يعني مثل فكر مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة شو بتشوف؟ كل ما تشوف جذر حر بتقبضها وبتخلص منها. نفس الفكرة تماما هون، كل ما يشوف كوليسترول مترسب بياخده وبيرجعه على وين؟ على الكبد. لما يترجع على الكبد، هاي الفكرة انت حكيتي عنها يا بنا انه موضوع تشحم الكبد، لا نحن بالنورمال بصير عنا تفكيك الكوليسترول الكوليك اسيد، وهذا الكوليك اسيد هو عبارة عن مكون اساسي للاحماض الصفراوية او العصارة الصفراوية. From extrahepatic tissue, from external tissue space, cholesterol is selected with the help of several transporters, such as ABCA1, which is present in almost all peripheral tissues. Now, this ABCA1 mediates cholesterol, and cholesterol is converted to cholesterol ester with the help of the enzyme LCAT. Or هلأ هون عم يحكولي عن فكرة إنه لما بده يطلع الكوليسترول من الخلايا. طيب then this HDL particle can be actually returned to the liver, and in the liver there is SR1. هلا هذول المستقبلات ما كثير بهمونا، نحن بهمني شو عم نسيهم. All the cholesterol inside it and release the HDL particle for next round of scavenging. That's what happens in the liver. This is how HDL deposits excess cholesterol in the liver. عم يقول انه الطريقة اللي بترسب فيها الكوليسترول الزائد بالكبد انه المستقبلات يلي موجودة على سطح الخلايا اللي هي لازم تدخله ما بتدخله، اما بيكون في خلل بالمستقبل او الخلية اكتفت او بالاصل، يعني نفس فكرة الذكر والانسولين وكيف بدخل كل الجلوكوز على الخلية، وإذا صار في خلل بالمستقبل أو ما تم إفراز عندي أنسولين بكفي بصير عندي خلل بإدخال الجلوكوز، أو أساساً الخلية أخذت كفايتها فهون بتجمع عندي سكر الدم. هون نفس المبدأ تماماً، إنه الكوليسترول اللي بيتم إدخاله إما الخلية اكتفت أو في عندي مشكلة بالمستقبلات أو في عندي خلل بالعملية اللي هيتم فيها إدخال الكوليسترول، فأي خلل بهاي المنظومة بتخلي عندي الكوليسترول يتراكم ويترسب تراكمه الدائرة، إنه ال HDL لازم تشتغل شغلة وتاخده وترجعه على الكبد. Here is a foam cell which is a rich source of cholesterol, and this deposits actually cholesterol in the artery space. Now, cholesterol is uptaken by the nascent HDL particle with the help of ABCA1 and ABCG1 receptor. Hello. So, all of these cholesterol is actually uptaken by the nascent HDL. But nascent HDL is eating more and more cholesterol, so it would become fat, it would become bigger and form. هلا هون ما كتير بهمني شو التفاصيل اللي بدي احكيها، رح نرجع للمحاضرة. أنا كان كل اللي بهمني إنه تعرفوا شو عم بيصير، شو هو ال HDL وشو هو ال LDL، ليش هذا اسمه ضار وهذا اسمه good. طيب رح نرجع لمحاضرتنا. وصلنا لفكرة نقل بعد ما تم الامتصاص. واضحة الصورة عندكم؟ إذا واضحة الصورة خبروني. واضح. تمام. طيب إذا حكينا على فكرة
إذن داخل الخلايا قلنا بتم جمع الأحماض الدهنية للتفكيكة، وبعدها داخل الخلية أيضا بتم تجميعها على شكل إما داخل كايلوميكون مثل ما حكينا، ومن شو بتكون الكايلوميكون، تمام؟ يعني بيرجعوا بيربطون ببعض لكن بطريقة تسمح بالنقل داخل مجرى الدم. يعني هي الفكرة من التفكيك، ونرجع نربطهم مع بعض. نحن ما عم نرجع نربطهم نشكل مركب يا جماعة، نرجع نشكل والله أحماض أمينية أو عفوا أحماض دهنية، أو نرجع نشكل الليبيدات بنفس عدد الجزيئات وعدد الروابط الموجودة بيناتها. لا، أنا بس بدي أرجع أربطهم مع بعض ويتكون بروابط جديدة. هاي الروابط موجودة بشكل تسمح بنقلهم داخل الدم. هاي الفكرة، يعني أنا عبيهم بهاي الجزيئات، عم بحطهم بهاي الجزيئات وعم برجع أربطهم بهاي الجزيئات. بس الفكرة بالكايلوميكون أو غيرها، الفكرة بس هو النقل، تمام؟ مشان تصير هي إنه الكايلوميكون مثل ما شفنا هي الجزء الخارجي محب للماء، صح؟ شفنا بتركيبة إنه الجزء الخارجي محب للماء، صحيح؟ فهذا الجزء بيسمح بنقله داخل مجرى الدم. هاي الفكرة، إنه أنا ليش بقدر أنقل وعبي هاي الجزيئات داخل الكايلوميكون، بغلفها جزيئات أو مواد قادرة على تنقلها داخل المجرى الدم. طيب، إذا الكايلوميكون حكينا شو هي؟ عبارة عن ليبو بروتين وقسمين، قسم بروتين، قسم الفوسفولبيدات. شفتوا شو بتكون بالضبط؟ هاي الفوسفولبيدات البروتينات المكونة إلها، والقسم الكاره الكاره للماء والمحب للماء، تمام؟ طيب، هلا بعد ما دخلناها بتم النقل عبر مجرى الدم لتوصل للأنسجة المطلوبة. هلا أتوقع هذا هاي الفكرة ناقشناها. حد عنده سؤال عن هاي الفكرة هون؟ شو هو الكايلوميكون؟ شو بتنقل؟ كيف بتم نقل التريغليسرايد والكوليسترول عبر مجرى الدم؟ طيب، قال في عندي أنواع تانية من الليبوبروتينات أو الليبوبروتين مختلفة كثافتها عن الكايلوميكون. طيب، ضوينا عليهم من بداية المحاضرة، ليش؟ مشان لما أذكرهم أنا تكونوا عارفين شو هن. مثل شو قال ال LDL, FDL, HDL، هدول الليبوبروتينات مختلفين مع بعض هم بهذا هاي الفقرة. يعني قلنا إنه هن مختلفين مع بعض باختلاف كثافة كل منهم في حدا أو في جزيئات كثافتها أكبر من جزيئات تانية. ليش؟ شو الفكرة؟ اختلاف نسبة البروتين، اختلاف نوع الفاتي أسيد اللي عم تنقلها أدى إلى اختلاف هذا الأنواع بين الليبوبروتينات. الليبوبروتينات عم يقولوا لنا أنه بشكل أساسي بتم تصنيعها بالكبد، تمام؟ طيب، هلأ أنا لما بدي صنفهم على أساس إنه شو بتنقل وعلى أساس الكثافة، هذا يعني هذا السؤال مهم بالامتحان. بسألكم مثلاً الـ FDL شو أكثر يعني نوع من الليبيدات بنقلها؟ كلنا بنعرف التريغليسيرايد أو التريغليسيرايد، تمام؟ طيب، الـ LDL أكثر شيء قلنا موجود فيه كوليسترول، الـ HDL أكثر شيء فيه نسبة البروتين، لكن ايضا هو يعني مسؤول عن الكوليسترول، صحيح؟ وعرفنا شو فرق، ليش في فرق بين كل ما زادت نسبة الدهون كل ما قلت الكثافة، وعرفنا شو السبب، تمام؟ طيب، هلا هاي الليبوبروتينات لنشوف كيف بتم تنظيمها، كيف بنعرف يعني كيف تعرف كل نوع من الليبوبروتينات وين بتم اخذ الأحماض الدهنية الموجودة داخلها، لوين بتاخدها، كيف تعرف كل وحدة وظيفتها. عم يقولوا
إنه بواسطة يتم تنظيمها، رح نشوفها بس بالإنجليزي. أبلوبروتين، شو الفكرة؟ إنه في عندي من 80 لـ100 بروتين مختلف لكل جسيم منا. يعني أنا عندي هلا شفتوا كيف لما ذكرونا بالتركيب عم مسكونا أنواع البروتينات. أنا هون هاي الفكرة عندي إنه أنا عندي من 80 لـ100 بروتين مكون أو بيتم التعرف عليه من خلال مستقبلات معينة. هاي المستقبلات وين موجودة؟ على أخشير خلايا. وهي المستقبلات هي الفكرة نفس الأساسية قلت لكم، مثل فكرة الأنسولين مستقبل، وفكرة أنه أنا عندي يعني الشيء اللي بيرتبط فيه أو البروتين اللي بيرتبط فيه بتعرف عليه من خلال نوع البروتين الموجود فيه. أي خلل بيصير بين عملية الاستقبال والمستقبل والارتباط هاد، لأنه أنا لما يتم الارتباط بيتم تفريغ، شوفوا شو قلنا، تفريغ الحمولة من الأحماض الدهنية تمام؟ للخلايا أو الأنسجة يلي مسؤولة عن نقلها لهذا المكان. إذا ما بيتم النقل بشكل عشوائي، لا، أنا بيتم النقل عندي بطريقة معينة عبر مستقبلات معينة ترتبط مع بعض. هاي المستقبلات ارتباطها مع بعض وارتباطها بمكان الصحيح بخليني أنه أنا وصلت للمستقبل الصحيح تبعي، فرغ حمولة الأحماض الدهنية تبعي. هاي المستقبلات هي المفتاح، يعني هي خلينا نسميها المفتاح، مفتاح كل نوع من الليبوبروتينات، واللي بتساعدها على توزيع الدهون بالجسم. عرفتوا كيف بيتم توزيع الدهون بالجسم؟ ليش هاي الخلايا بتاخذ هذا يعني هذا الكميه من الحموله من الاحماض الدهنيه؟ لا، هاي الخليه بتاخذ نوع معين، هاي الخليه بتصنع هرمونات معينه. فعرفنا كيف توصل هاي الحمولة لعندها من الأحماض الدهنية عن طريق وجود مستقبلات خاصة فيها للبروتينات المشكلة لهي الأحماض الدهنية، ترتبط فيها بتسمح لها إنه تدخل الحمولة تبعها من الأحماض الدهنية. تمام؟ طيب، الفكرة اللي بعدها فضل يا رشا قائنا شفت عميسا مقرأ اسمنا. نعم دكتورة، لا ما عاد معنا. أوكي طيب، بمجرد انتقال الكيلو الكيلو مونات أو البروتينات الدهنية الأخرى عبر الأنسجة سيتم تكسير هذه الجسيمات بواسطة ليباز البروتين الدهني في السطح اللمعي للخلايا الباطنية في الشعيرات الدموية لإطلاق الدهون الثلاثي. سوف تحلل الدهون الثلاثية إلى أحماض دهنية وجلسترين قبل دخول الخلايا. في العصارة الخلوية للخلية على سبيل المثال خلية عضلية، يتم تحويل الجلسترين إلى جلسريد اللهايد وفوسفات، وهو الوسط في تحليل الجلوكوز للحصول على مزيد من الأكسدة وإنتاج الطاقة. ومع ذلك فإن الخطوات الرئيسية لتعويض الأحماض الدهنية تحدث في الميتوكوندريا. شكرا لك يا عشان. طيب شوفوا هلأ هون شو عم نقشونا. قال بعد ما نقلونا هاي الأحماض الدهنية نقلونا ياها وصلت للأنسجة أو للخلايا المطلوبة، ما وقفنا هون، لا، لسه ما خلصت، لسه عنا مراحل ثانية بدها تمر فيها هاي الجزيئات. يعني هذه الأحماض الدهنية اللي تم تفكيكها ورجعنا عبيناها ورجعنا نقلناها عبر مجرى الدم لحتى توصل للخلايا المطلوبة ويتم تفكيكها داخل هاي الخلايا والأنسجة، على حتى داخل الأنسجة في عندي أنزيمات، هاي الأنزيمات أنا بحاجتها لحتى تفكك لي هاي الليبوبروتينات اللي وصلت لعندي. شو هو الانزيم؟ رح نشوف شو هو الانزيم. اسمه ليبوبروتين ليباز. الليبوبروتين ليباز هو الانزيم المسؤول عن تفكيك الليبوبروتينات يلي وصلت لعندي على الخلايا.
طيب رح نعمل مراجعة سريعة بس مشان ما تخربطوا بأسماء الأنزيمات لكل أنزيم. حكينا عن الهيدروفيلك، طيب حكينا عن الأبسوربشن ليبتين، أنزيمات الليباز عندي بالبداية، أنزيمات الليباز أول شيء منها هذا الفموي لينكوليباز أو لينكوليباز، بعدين عندي بعدين عندي ديبانتت لباز اللي بتم هدول على مستوى المعوي والبنكرياس، تمام؟ يعني عندي أول مجموعة اللي هي الفموية، بعدين المعدية على مستوى البنكرياس. شوفوا كم مجموعة أنزيمات صار عندي. بعدين عندي فكك لي على الكلوسيول هو مذاكرين أوكي. طيب هلا عندي انزيمات على مستوى الخلية اللي استقبلت لي الدهون او الاحماض الدهنية او الليبوبروتين، تمام؟ طيب هلا هون في معادلات كيميائية بتمر معنا، بدك تركزوا كتير منيح. مثل ما قلنا الليبوبروتين ليباز هو المسؤول عن تفكيك شو؟ تفكيك الليبوبروتينات اللي وصلت لعندي على الأنسجة والخلايا. أنا هاي الأنسجة والخلايا بعد ما وصلت لعندها الليبوبروتينات في يعني فيها يعني هاي الخلايا المبطنة الشعيرات الدموية تفرز لي هذا الأنزيم وبتساعد على تكسير الليبوبروتينات، تمام؟ طيب بعد ما تم تكسير الليبوبروتينات شو بيصير عندي؟ قال بعد ما يتم التكسير لهي الليبوبروتينات بدها تتحرر من جوا الفاتي اسيد والتريجليسرايد، تمام؟ او التريجليسرول. طيب لازم اللي بصير عندي كالتالي، بعد ما تتكسر قبل ما تدخل الخلايا داخل الخليه يعني عفوا بعد ما تدخل للخليه بده يتم عندي من جوا داخل الخلية، يعني بدي أتخيل الموضوع. أنا ما لقيت فيديو كتير يوضح هاي العملية شو بده يصير عندي، لكن رح أحاول أشرح لكم إياها من بالتفصيل، تخيلوها معي شو عم يصير بالضبط. بعد ما تتحرر لازم تتكسر عشان تقدر تدخل للخلية، تمام؟ رح تقدر تدخل للخلية، داخل الخلية الجلوسيرول بتحول لمادة اسمها هاي كاتبين لنا إياها جلوسيرول الدهيد تريفوسفات. وهو هذا الجلوستيرول الدهيد تريفوسفات هو شو؟ عبارة عن مركب بشو بدخل؟ قال هو وسيط عملية الجليكولايسيس اللي بتصير على الجلوكوز اللي حكينا على قبل اللي هي بنحصل عليها أو بنحصل منها على الأتيبي. شفتوا كيف ربطونا داخل الخلية عملية تفكيك أو الميتابوليزم اللي عم بيصير على الدهون والكربوهيدرات مع بعض؟ أعطونا هون الفكرة إنه في عندي الجلوستيرول بتحول، هي الجلوستيرول هي ليس جلوستيرين، الجلوستيرول بتم تحوله لجلوستيرول الدهيد ثلاثي الفوسفات، تمام؟ هو وسيط، هذا المركب هو وسيط عملية الجلوكولايسيس اللي بتصير على عملية إنتاج الطاقة والأتيبي الناتجة عن الجلوكولايسيس، تمام؟ طيب هاي العملية وين بتتم يا جماعة؟ أنا هاي العملية لتكسير اللي بيصير عندي بعد ما وصلت الليبوبروتين بتصير عندي الميتوكوندريا اللي هي أحد عضيات الخلية يلي مسؤولة عن إنتاج الطاقة بالخلية، تمام؟ طيب عندي الأحماض الدهنية كلياتنا بنعرف عم يخبرونا إنه هي عبارة عن أكثر من 14 ذرة كربون، صحيح؟ أيضاً هاي ال 14 ذرة كربون لازم يتم
يعني هي بتكون عبارة عن سلسلة طويلة، تمام؟ لازم تتحول، بتم تحويلها لمركب، شو اسمه؟ خلينا نشوفه بالإنجليزي، فاتي أسيد أسيل كو آر. هلا هذا بالفيديو الأول شفتوه، تمام؟ هذا المركب ناتج عن تفكيك ال 14 ذرة كربون أو أكثر من الفاتي أسيد يلي وصلت لعندي. ليش؟ على حد أدر الميتوكوندريا، مو نحن هلا صرنا عم نحكي على مستوى الخلية، في عندي ميتوكوندريا رح يتم فيها باقي العمليات الكيميائية، لحتى تقدر تدخل هاي الفاتي أسيد لازم يتم تفكيكها لحتى تتحول للفاتي أسيل كو آر. هذا الفاتي أسيل كو آر هو المسموح إنه يدخل على الميتوكوندريا، هو اللي بيقدر يدخل على الميتوكوندريا، تمام؟ الفاتي أسيد ما بتقدر تدخل يا جماعة، غشاء الميتوكوندريا ما بيسمح لها تمر. هاي النقطة كتير مهمة، تمام؟ بعدين داخل الميتوكوندريا على مستوى الخلية نستكمل باقي العمليات اللي بتتم عندي. فهمنا الفكرة؟ إنه الفاتي أسيد أو عفوا أول شيء الليبوبروتين بعد ما وصل لازم ينزل الحمولة تبعه. أول شيء شو بيتم عندي؟ تحويل التريجليسرايد وتفكيكه للفاتي أسيد والجلوسترول قبل دخولها للخلية. بعد ما دخلت بنحصل على، بعد ما دخلت بتفكك الجلوسترول. لا طبعا هاي المركبات لازم تعرفوا انه كيف كل واحد عم يتحول للمركب الاقل منه او اللي بتفكك للشكل الاقل منه. جلوسترول بتحول الى جليستريد الدهاي 3-فوسفات وهو بدخل بعمليه الكليكولايسيس، تمام؟ طيب هاي العمليات الاساسيه اللي بتتم على الفاتي اسيد وين بتتم؟ بالميتوكوندريا. حتى تقدر تدخل على الميتوكوندريا شو لازم يصير عندي؟ لازم يصير عندي تفكيك هاي الأحماض الدهنية اللي تتألف من أكثر من 14 ذرة كربون. لشو؟ المركب هذا بدنا إياه فاتي أسيل كو آر هو المسموح إنه يدخل عندي على غشاء الميتوكوندريا، تمام؟ هون بقى لما بده يبلش يتفكك بتفكك بقى باقي العمليات بتتم عندي يعني داخل الميتوكوندريا. إذا بالسيتوبلازما اللي بيصير عندي تفكيك مين؟ الفاتي أسيد. انتبهوا، بالسيتوبلازما الميتوكوندريا وين بتم العمل عليها أو شو المركب بتم العمل عليه داخلها؟ الفاتي أسيل كو آر، تمام؟ طيب هلا أنا عندي المرحلة اللي بعدها، بعد ما فككنا الفاتي أسيد لفاتي أسيل كو آر بالسيتوبلازما بدنا ننتقل على أو ما ندخل هلأ على داخل الميتوكوندريا. هذا المركب قلنا بيقدر يخترق غشاء الميتوكوندريا. لما يخترق هذا المركب غشاء الميتوكوندريا شو بده يصير عندي؟ بده يصير عندي عملية، هاي العملية اسمها أسيل كو آر ستينيزيس. طيب اللي بدي يصير فيها، شوفوا اللي بدي يصير فيها كالتالي. بعد ما بلشنا حكينا على السيتوبلازم، تمام، بيعبر هذا المركب غشاء الميتوكوندريا، تمام، وبدخل بعملية أكسدة. هاي عملية الأكسدة وين اسمها بيتا أكسيدينيشن، تمام. هاي العملية الأكسدة بتتم وين عندي؟ داخل الميتوكوندريا. لاحظوا يعني ميزنا بين العملية بتتم بالسيتوبلازما والعملية بتتم داخل الميتوكوندريا. طيب شو اللي صار عندي بعد ما تمت عملية الأكسدة على هذا المركب؟ نتج عندي هي أوكي عملية الأكسدة، تمام، بنتج عندي مركبات أساسية عن أكسدة. هي واحد أسيتيل كو آر، لاحظوا هون عندي أسيل هون عندي أسيتيل، هدول مركبين مهمين تعرفوا كل واحد عن مين نتج. داخل الميتوكوندريا بصير عندي عملية أكسدة البيتا، بنتج عندي أسيتيل كو آر. طيب شو كمان؟ هذا المركب وين بدخل؟ بدخل
بحلقة كريبس اللي حكينا عليها سابقا لإنتاج الطاقة بوجود مركبات الـ NH والـ FDH2. تمام؟ لاحظتوا كيف بالنهاية رجعنا وصلنا لحلقة كريبس اللي بتصنع لنا الطاقة أو بتعطينا ATP؟ لاحظتوا كيف وصلنا له؟ بعد كل هالعمليات التفكيك والتكسير اللي مرت على مستوى الفم، على مستوى المعدة، على مستوى الأمعاء، بمساعدة أيضا أحماض العصارة الصفراوية والبنكرياس. طيب بعدها تم نقل هاي الفاتي أسيد عن طريق الليبروتينات، إجت الليبروتينات ووصلت على الخلايا. أنا هلأ عم سلسل لكم الموضوع مشان يضل ببالكم شو صار بكل مرحلة. بكل مرحلة قلنا في عندي نوع من الليباز مسؤول أو الأنزيمات المسؤولة عن هاي عمليات التفكيكات اللي عم تصير على مستوى كل جزء من الجسم. بعد ما تم النقل عن طريق الليبروتين، عرفنا انه حطيناهم بالكايلومكرون ليش؟ انه ما فيها تنتقل الفاتي اسيد والبروتين، عفوا الليبيدات ما فيها تنتقل عن طريق مجرى الدم. ليش؟ انه هي هيدروفيلك، كاريها للماء، فبدي احطها بجزيئات تقدر تنقلها. حطيناها وعبيناها داخل الكايلومكرون، عبيناها داخل الكايلومكرون وباقي جزيئات، ووصلت للأماكن لازم توصل عليها. حكينا في إلها مستقبلات معينة، هي مستقبلات معينة تتميز بتميز نوع البروتين الموجود بكل واحد من الليبو بروتين. تمام؟ يعني كل واحد في إله بروتين مقابل إله، مثل المفتاح له بيساعده على انه يعرف شو هذا او شو هذا المكان لازم يتوصل فيه او شو المكان لازم يروح عليه بانسجة الجسم. فلهيك بنشوف انه بكل مكان بالجسم الدهون الى وظيفة معينة. هلا بعد ما دخلت انا لازم يتحول عندي، يرجع يتفكك ويتحول. ممنوع عندي يتم الدخول على ميتوكوندريا في مستوى السيتوبلازما. السيتوبلازما حصلنا فيها على مركب الفاتي أسيد كو آ، هذا المركب هو المسموح يدخل بغشاء الميتوكوندريا اللي رح يصير فيها عملية إنتاج الـ ATP وحلقة كريبس اللي عم تتم، عمليات كيميائية بتتم على مستوى الميتوكوندريا. طيب أنا بعد ما دخل عندي هذا المركب صار عندي عملية أكسيديشن إله، هي عملية أكسيديشن اسمها بيتا أكسيديشن، حولت لي إياه لأسيتيل كو آ. تمام؟ وأسيتيل كو آ دخل بحلقة كريبس يلي أعطتني آخر شيء أو يلي تنتج عنا آخر شيء الطاقة. تمام صوايا؟ واضحة الفكرة لهون؟ طيب هون عم يشرحونا فكرة انه لما يرتبط البروتين او خلي صبيه قنا ميسم، تصدق قلنا يا ميسم توقع ميسم معنا؟ نعم. عند ارتباط بالبروتين الدهني 100 ميلي جرام دي لا 100 بي، عند عند ارتباط البروتين الدهني 100 بي مع دي مع ال دي ال ومستقبلاته يشكل كلاهما حويصلات داخل الخليه عن طريق الالتقام الخلوي. ثم تندمج هذه الحويصلات مع الليزوزوم، حيث يقوم انزيم الليباز الحمضي الليزوزومي بتحليل استرات الكوليسترول. يمكن بعد ذلك استخدام الكوليسترول في التخليق الحيوي للأغشية أو تخزينه داخل الخلية حتى لا يتداخل مع أغشية الخلية. ينتقل الكوليسترول المتبقي غير المستخدم مرة أخرى عبر الدم إلى الكبد الخلية التي تحتوي على نسبة وفيرة من الكوليسترول. سيتم منع تكوين مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة بها، وذلك لمنع امتصاص الكوليسترول الجديد في جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة. على العكس من ذلك، يستمر تصنيع مستقبلات الـ DL
LDL عندما تكون الخلية ناقصة في الكوليسترول. عندما تصبح هذه العملية غير منظمة، تبدأ جزيئات ال LDL بدون مستقبلات في الظهور. طيب شو الفكرة الأساسية هون عم نناقشها صبايا؟ الفكرة الأساسية نحنا مو قلنا إنه هذا الكوليسترول إما بدخل بتركيب الهرمونات أو إما هنالك بدخل بتركيب الغشاء، صح؟ طيب نحنا بعد ما يدخل ما بدنا نعرف أساساً الخلية كيف تستفيد منه، تمام؟ يعني الخلية كيف بدها تدخله وتستفيد منه وبنفس الوقت تدخله بتركيب الغشاء تبعه. هلا بعد ما هو صار موجود على السطح، مو قلنا بيوصل الليبوبروتين بيكون موجود على السطح، بيتم ادخاله داخل الخليه كيف؟ من خلال الارتباط على المستقبل. لما يتم ارتباطه على المستقبل، مو قلت لكم انه كل الليبوبروتين في له مستقبل خاص فيه؟ طيب بدخل على شكل حويصله. شو يعني بدخل على شكل حويصله؟ يعني بدي اشبه لكم اياه مثل بتم تشكيل بالون حواليه او حويصله حواليه. لما يصير عندي هاي الحويصلة بتدخله هي لداخل، يعني بتم تكوين هاي الحويصلة من خلال أخذ المادة الموجودة عندي اللي على السطح، بتم ابتلاعها داخل الخلية. يعني هاي الفكرة من الحويصلة، يعني يتم ابتلاع، أو تخيلتوا الموضوع، تشكيل حويصلة أو تشكيل بالون. أنا يعني شبهت لكم إياه لحتى أقدر أخذ المادة اللي على السطح عندي وابتلاع على داخل الخلية، تمام؟ بشكله هاي الحويصلة لحتى يدخل لداخل الخلية. هلأ هاي الحويصلة اللي دخلت لي اياه اللي هو هلأ موجود داخلها، كلياتنا بنعرف اللايزوزوم، متذكرين اللايزوزوم شو بيعمل او شو من شو مسؤول داخل الخلية؟ شو بيعمل هي؟ عضية هي داخل الخلية موجودة بالسيتوبلازما، لكن متذكرين شو بتعمل او عن شو مسؤولة؟ طيب ما أنا متذكرين، أوكي ما في مشكلة، مع أنه بتذكر معكم بمقررات تانية. اللايزوزوم هو عبارة عن عضية مسؤولة عن شو؟ كل شيء بدخل للخلية. بتحتاج مثلا هاي المادة عصارات تهضمها، بتحتاج هاي المادة أنك تتفكك. مثلا في عندي فضلات بالخلية هي بتخلص منه، تمام؟ تعطيني العصارات اللازمة للتخلص من الشيء أنا ما بدي إياه. العصارات هي إما بتساعدني على التخلص من الفضلات أو بتساعدني على تفكيك مركبات معينة، تمام؟ طيب هاي الحويصلة لما توصل لداخل الخلية تدخل تندمج مع مين؟ مع اللايزوزوم. طيب بعد ما تندمج معه، مو هن قلنا فيه أنزيمات، هاي الأنزيمات بتساعد على تعالوا نشوف شو اسم الأنزيم. اللايزوزوم أسيد ليباز، هذا الأنزيم عن شو مسؤول؟ عن العملية هلأ اللي راح تتم. على أنا لما وصلت لعندي الحويصلة واندمجت مع اللايزوزوم، هذا الأنزيم بيساعدني على تكسير الكوليسترول اللي داخل الحويصلة، تمام؟ واضحة الفكرة لهون؟ طيب لما يتفكك الكوليسترول على مستوى اللايزوزوم من خلال الأنزيم تبعه ليباز أسيد، طيب اللي بيصير عندي ليباز أسيد ليزوزوم اللي بيصير عندي كالتالي: كسر الكوليسترول، صار عندي عملية تكسير، تمت على الكوليسترول. هلا بقى هون بتبلش الخلية بتقدر تستخدمه لما تم تكسيره على مستوى الغشاء تبعها، بدخل بتصنيع الغشاء تبعها بعد ما يتم تكسيره. يعني هذا بيجيكم ممكن سؤال انه كوليسترول لما يدخل داخل الخلية تستطيع الخلية مثلا تستخدمه بشكل دائم. طبعا خط لازم يتم تفكيكه على مستوى اللايزوزوم من خلال الانزيم الخاص بهي العملية اللي سميناه لايزوزوم اسيد ليباز. هذا الأنزيم بفكك الكوليسترول على مستوى اللايزوزوم، وبعدها الناتج اللي بيصير عندي نحن قادرين نستفيد منه بتصنيع الغشاء للخلية، تمام؟ عرفتوا كيف بتم عفوا تصنيع
أو الاستفادة من الكوليسترول على مستوى غشاء الخلية، لأنه مثل ما قلنا أن الكوليسترول بيساعد على زيادة صلابة وتماسك الغشاء الخلوي. طيب بعد ما تم هذا التفكيك، قسم لوح للتصنيع الغشاء، بس في قسم ثاني ممكن يضل، ممكن ما يتم الكمية. القسم الثاني بتم تخزينه كمصدر الطاقة، مثل ما قلنا شفتوا كيف بتدخل وعمليات الأسيتيل والأسيتات وشو بيصير عندي هدول المركبات، وكيف تدخل آخر شيء بحلقة كويفز. هون بقى بتخزن عندي كمصدر الطاقة، وبحصل أنا على الأتربي اللي أنا بدي إياها. الزيادة بتصير عندي اللي تم امتصاصها. هلا ممكن يتم امتصاصه بترجع الخليه، او بالاصل ما يتم امتصاصه، عرفتوا؟ يعني واحد من اثنين، ترجع الخليه مثل ما انها بترجع للكبد. شفتوا هلا الطريقه اللي بيتم فيها ترجيع على الكبد سهله كثير، وقبل شوي شرحناها. الكوليسترول المتبقي غير المستخدم ينتقل عبر الدم من خلال شو قلنا؟ ال HDL، صحيح؟ مو هلا قبل شوي شرحناها وكيف بيتم ما كان مترسب، أو إذا كان بالأصل لسه ما ترسب بتم نقله عن طريق الـ HDL للكبد، تمام؟ طيب على العكس من ذلك، يستمر تصنيع مستقبلات الـ HDL عندما تكون، ها قالوا لنا كمان إنه ممكن يصير خلل إما على مستوى مثل ما قلت لكم مستقبلات الـ HDL، الـ HDL ما هي حملت لي الكوليسترول وجابت لي إياه للخلية، وقلنا أنه HDL هو المسؤول عن نقل الكوليسترول للخلية. طيب إجا يعني يرتبط مع المستقبل تبعه على مستوى سطح الخلية، مو قلنا في له مستقبلات لازم يكون. ممكن الخلية أساسا يكون في عنا نقص بتصنيع المستقبلات، مثل ما قلكم العدد ما أنه كافي لتصنيع المستقبلات الكافية للـ HDL، فبصير عندي فائض، أو بالأصل المستقبلات ما ظهرت. هي هاي المستقبلات مو دائما موجودة، يعني ممكن لازم تظهر على سطح الخلية لحتى ترتبط مع الـ HDL، ممكن بأساس ما تظهر، تمام؟ فممكن يصير عندي يعني أنا أي خطأ بيصير على مستوى هاي المستقبلات بيصير عندي خطأ بالارتباط، فبالتالي بيصير عندي فائض. كل ما كانت عندي مستقبلات أكثر كل ما صار عندي ارتباط أكثر، تمام؟ الخلية إذا مثلا ما عاد صنعت مستقبلات HDL فبصير عندي، أو ما عاد ظهرت عندي هاي المستقبلات، فبصير عندي خلل على مستوى المستقبلات، فبالتالي بصير عندي فائض بالدم، تمام؟ طيب هلأ الـ HDL لما الخلية تحتاج الكوليسترول وتصنع له المستقبلات تبعه بيتم الارتباط، لما الخلية ما أنا محتاجة كوليسترول مكتفية ما بتصنع مستقبلات، عرفتوا؟ أو ما بتظهر المستقبلات على السطح. يعني هي أحد الأمور اللي بتضبط لي موضوع ظهور المستقبلات أو وجود المستقبلات على السطح. ممكن الخلية ما تكون بحاجة أو يكون عندي خلل، تمام؟ عملية تكوين المستقبلات أو منعها إذا صار فيها غلط مثل ما قلنا بصير عندي تكدس، أو عندي فائض بمجرى الدم على بسبب الخطأ اللي صار على مستوى المستقبلات. طيب لما يصير عندي خربطة شو بصير؟ تعالوا نشوف كثير، نحن تقريبا خلصنا المحاضرة. لما يصير عندي فائض من هاي الجزيئات مثل ما قلنا بتتكدس على مستوى الأوعية، جدران الأوعية والشرايين، بصير عندي شيء اسمه تصلب مثل ما شفنا بالفيديو أول شيء. هذا شيء من مسببات الأمراض اللي كلياتنا بنعرفها، نوبات قلبية، سكتات دماغية وغيرها من الأمراض بسبب التصلبات اللي بصير عندي بالشرايين بسبب الخطأ اللي صار على مستوى المستقبلات، أو بالأصل أنا أكلت كمية من الدهون، هاي الكمية من الدهون أنا ماني بحاجتها. يعني هاي أحد كلياتنا بنعرف إنه أسباب السمنة، نفس فكرة الكربوهيدرات. هون رجعنا لفكرة الحميات والنظام الغذائي، لما أنا آخذ شيء زيادة عن حاجتي، فأنا قولاً واحد أنا زيادة عن حاجتي، ففي شيء بده يتكدس، في شيء بده يتخزن، صحيح؟ كلياتنا بنعرف هاي النقطة، فبالتالي هي أحد الأسباب. يعني هاي الأمراض أو التكدسات ما بتصير من فراغ، هاي الخلايا الأخطاء اللي بتصير على مستوى المستقبلات ما بتصير من فراغ، مثل فكرة البنكرياس وخلايا بيتا اللي بتفرز الأنسولين،
الشيخوخة اللي بتصير لهي الخلايا وعدم قدرتها على تصنيع أنسولين أو عدم حساسية المستقبلات لهي الخلايا عفوا لهذا الأنسولين ما بيجي من فراغ بسبب الخلل اللي صاير وكمية السكريات كتير وهون نفس الشيء كمية الدهون اللي تم أكله فبالتالي بسبب عن التكدسات هي تمام. وغير المشاكل الطبية هذا الشيء اللي خلاني سمي ال LDL هو الباد كوليسترول. عرفتوا منين اشت فكرة الباد كوليسترول يا جماعة؟ تيجي هون ال HDL مثل ما حكينا بالفيديو تاخذ هاي الكوليسترول كل شيء بتشوفه بالدم الفائض وبترجعه للكبد وبيساعد بالكبد بتصنيع مواد تانية مثل ما شفنا اما هرمونات او غيرها. وهي اللي سميناها شوفوا العملية العكسية سميناها ريفرس كوليسترول ترانسبورت RCT تمام. هذا اختصار يلي هو نقل الكوليسترول العكسي تمام. يعني عملية نقل الكوليسترول العكسية هي إعادة الكوليسترول للكبد هاي الفكرة تمام تمام. طيب آخر فكرة عم يقولوا لي عليها إنه الكوليسترول اللي بيرجع مرجع على الكبد ممكن يساعد بتصنيع العصارات الصفراوية شفنا كيف بالفيديو أيضا وبعد ذلك تتخزن بالمرارة. طبعا كمان ممكن يصير عندي أخطاء على مستوى المرارة ومشاكل على مستوى المرارة نتيجة أيضا التكدس يا جماعة. كلياتنا بنعرف إنه في كتير أمراض بتصير على مستوى المرارة بتصير على مستوى الكبد. أحد الأمس عطتناهم بنان قبل شوي هي كلها ناتجة عن شو؟ عن تكدس الدهون وزيادة كمية الدهون وأنا أخذ أكثر من حاجتي. فالجسم يعني الجسم مبرمج على كمية معينة يوميا حاجتي اليومية ما بيقدر أكثر منها أنه يستهلك. فنحن لما نزيد هاي الكمية بحياتنا اليومية أولا عم نخرب هذا النظام اللي رب العالمين أعطانا إياه، ثاني شيء عم نسبب خلل بهاي العملية بشكل تراكمي. يعني الخلل ما بيصير بيوم يومين نفس فكرة السكري تماما. أنا دائما أقول له أنه السكري هو ليس مرض آني هو مرض تراكمي ما بيظهر بيوم وليلة نفس الفكرة تماما تمام. شو هي الصفراء عملوا لنا آخر شيء أنه يعني هاي العصارة الصفراوية أنه هو سائل بيتم تكوينه بالكبد بيساعد على مثل ما قلنا الدور تبعه هضم الدهون على مستوى الأمعاء الدقيقة. عادة ما يتم امتصاص حوالي 50% عن طريق الأمعاء وإعادته لمجرى الدم. لاحظوا قديش كمية الكوليسترول اللي بيتم إعادتها تمام. هاي الفكرة أيضا مهمة. يعتبر الكوليسترول ضروري ليش؟ لأنه مادة مهمة لا تصنيع مثل ما قلنا الهرمونات الأحماض الصفراوية أو العصارة الصفراوية وغيرها من الهرمونات الغدة الكظرية وفيتامين دال. لاحظوا دور الكوليسترول قديش مهم بالجسم تمام. نحن إن شاء الله هيك بنكون خلصنا محاضرتنا. إذا عندكم سوايا ليش ما عاد موجودين معنا؟ طيب إذا عندكم أي سؤال أي استفسار عن الاستقلاب اللي بتم على الدهون العمليات اللي بتم عليه بلشنا فيها من عند ما يدخل للفم لحد ما يوصل للأمعاء للخلايا لجميع أنحاء الجسم. لما يصير فائض شو بصير شو دوره بالجسم ناقشناهم كلهم بشكل كامل إن شاء الله. حدا عنده سؤال صبايا؟ طيب ممتاز. إن شاء الله نحن هيك بنكون خلصنا مقرر هاي المادة. هي عبارة عن فقط هدول المحاضرتين بسيطين. رح يكون عنا الامتحان إن شاء الله الأسبوع القادم إما يوم السبت أو الأحد بخبركم أنا إن شاء الله عشان ننتقل للمادة اللي بعدها. كل التوفيق لكم ونشوفكم على خير إن شاء الله. سامين دكتورة أهلا وسهلا موفقين دكتورة. بس من بعد إذنك بالنسبة للامتحان ما بعرف المادتين يعني المحاضرتين شوي هيك ما بعرف إذا بس أنا ولا الكل إنه فهمه صعب. طبعا فهمه صعب ودرسيهم كثير منيح أيوة عمليات كيميائية حتى تقدري تحفظيهم. طيب يعني دكتورة ما يكون في فخ بالأسئلة.
شو قصدك فهم الأسئلة يا ميسم؟ يعني ما يكون في زحلقة، يعني يكون سؤال صريح وواضح، ما يكون في هيك صغرة إنه فيها. شوفي يعني ركز بجاوب، هاي النقطة كتير مهمة، عرفتي؟ يعني والله دكتورة كتير محاضرتين كتير تقال، ما بعرف يعني. صحيح، لأنه موضوع الاستقلاب ما سبق وتطرقت له، يعني ما سهل. طيب إن شاء الله بالتوفيق للجميع، الله يجزيك الخير دكتورة. الله يسلمك يا عبد، بالتوفيق لكم.